مشاهدينا من أخبارنا ننتقل لنفتح ملفنا الأول للنقاش، خصصناه للحديث ممكن عن الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها في خلال هذه الفترة والتي تشهد فيها عديد ولايات الوطن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة. في هذا الشأن لا بأس أن نذكر بالنشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية والتي حذرت من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية بين 40 و44 درجة تحت الظل تستمر بداية من اليوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء. هذا على كل من ولايات بجاية، جيجة، سكيكدا، غنابة، الطرف، قلمة وسوق أهراس، إضافة إلى ولايات تيزي وزو، عين تفلين، صالح، برج باج مختار وإنقزام التي ستشهد ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع ستشهده الولايات طوال اليوم الاثنين. مشاهدينا أيضا في هذا الشأن وزارة الصحة كانت قد أصدرت بيانا لفائدة المواطنين، بيان به مجموعة من الإرشادات الوقائية لتجنب التواجد في الخارج في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة. مصالح الحماية المدنية كذلك كان لها بيان في هذا الشأن. مشاهدينا للحديث أكثر حول هذه الإجراءات الوقائية ينضم لنا عبر الهاتف الملازم أول خالد بن خلف الله، مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية بالتحديد على مستوى ولاية الجزائر. أهلا بك معنا. صباحك سعيد وشكرا على تلبية الدعوة. بداية سيد خالد، ممكن مثل ما ذكرت منذ لحظات ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تشهده بعض ولايات الوطن، هذا الارتفاع الأكيد بأنه له تأثيرات اليوم على صحة المواطن. طبعا يعني رانا نسجلوا يعني درجات قياسيه على مستوى قطاع الوطن وخاصه يعني على المدن الساحليه. لذلك يعني الحمايه المدنيه توجه بعض النصائح لخوتنا وخياتنا المواطنين والمواطنات. يعني النصائح هذه اول حاجه هي تفادي الخروج للخارج يعني خاصه في اوقات الذروه، يعني تكون درجه الحراره مرتفعه جدا. كذلك يعني شرب الماء بكثره خاصه اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن، يعني كناس خاصه اللي عندهم مرض السكري ولا اللي عندهم لاطونسيون ولا حتى الناس اللي عندهم الضيقه، يعني تفادي الخروج وشرب الماء. كذلك يعني اذا في حاله ضروره من الانسان خرج راح للخارج يعني يجب تغطية الرأس وهذا لتفادي ضربات الشمس. الناس اللي يكونوا في المنازل يعني تفادي فتح النوافذ وخاصة يعني في الأوقات اللي ترتفع فيهم درجات الحرارة تفادي فتح النوافذ. بالنسبة للناس اللي تنقلوا للشواطئ خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه يعني تفادي الجلوس تحت الشمس، يعني ومن الأحسن يقعدوا تحت الباراسول النظرية ويتفادوا الشمس اللي ضربت تحتها كذلك اللي تقدر تكون خطيرة. يعني كذلك ما ننساوش أنه الارتفاع درجة الحرارة هذا راح يساهم في تجفيف يعني الغطاء النباتي، دونك الناس اللي تتوجه للغابة يتفادوا يعني رمي السجائر ولا إشعال النيران، خاصة أن نارنا مقربة على عيد الأضحى المبارك. نعم، طيب سيد خالد بن خلف الله، نبقى دائما في نفس الموضوع. مثل ما ذكرت منذ لحظات ممكن اليوم هناك أشخاص مجبرين على الخروج إلى الخارج رغم ارتفاع درجات الحرارة، مجبورين أنهم يلتحقوا ممكن بمناصب وأماكن عملهم. ممكن كيف تؤثر درجة الحرارة اليوم وما هي الأعراض التي قد تصاحب هذا الشخص في حال تعرضه لضربة شمس؟ هذه الأعراض التي ممكن تستوجب التوجه إلى أقرب مصلحة صحية.
طبعا على بالنا باللي الارتفاع تاع درجه الحراره هذه وضربه الشمس يعني كراحه تنشف الانسان، يعني كراحه تنقص من السوائل الدوائيه. لذلك جميع الاطباء يعني يوصي بشرب الماء بكثره، يوصي كذلك بالبقاء في الظل، ويعني جميع التوصيات هذه تقريبا اللي راني نوجهها هي توصيات طبيه. كما ما ننساوش كذلك يعني كان حاجه مهمه جدا يعني اللي في كل مره ناكدوا عليها، وهي عدم اقتناء المواد الغذائيه يعني خاصه اللي تكون موضوعه في الشمس في الخارج، يعني في الاسواق هذه ربما تكون اسواق في الاحياء، ولا تفادي يعني اقتناء المواد هذه خاصه يعني بالنسبه للاجبان ولا بالنسبه حتى للمواد سريعه التلف. نعم، ممكن ذكرت أيضا الأشخاص المتواجدين في المنازل هم أيضا مجبرين على التقيد بمجموعة من الأجهزة، الأكيد أنه تواجدهم في المنازل سيصاحبه ممكن إشعال أجهزة التبريد، هذا الأمر أيضا يستدعي بالخصوص اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية. طبعا يعني بالنسبه للاجهزه الناس اللي عندهم اجهزه التبريد داخل المنازل على بالنا انهم راح يستعملوهم بكثره. نعم صحيح. ولكن يجب الاستعمال تاعها لازم يكون بطريقه يعني عقلانيه، يعني ما نوضعوش جهاز التبريد على درجات منخفضه جدا. نعم. تكون حوالي يعني 10 درجات بالنسبه يعني ما بين الخارج وما بين الداخل، باش الانسان اذا كان في الخارج ودخل الى المنزل ما يتعرضش الى يعني سكونتال ان شوك ترميك اللي يقدر بعد شرط محمى ولا يحكم مرض اخر. صحيح. نبقى دائما في نفس الموضوع وبخصوص الأشخاص الذين يتوجهون إلى الشواطئ، مثل ما ذكرت ممكن هناك ظاهرة تعود إلى الواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة ما تعلق منها بالأطفال، الأطفال الذين يتوجهون اليوم إلى البرك والأودية بعيدين عن أعين أوليائهم، ممكن ما هي النصيحة التي نوجهها اليوم للأهل بهذا خصوص لتفادي بعض السيناريوهات ممكن التي لا يحمد عقباها؟ طبعا يعني فيما يخص السباحه في السدود وفي الاوديه وحتى نعم. يعني في المسطحات المائيه، هنا المواطن لازم يعرف انه على مستوى الاماكن هذه يعني ما كانش مراكز للحمايه المدنيه، اذا ما كانش حمايه في المناطق هذه، وفي غالب الاحيان الاماكن هذه يكونوا بعيد على المدينه، يكونوا بعيد يعني على المركز تاع الحمايه المدنيه، وفي غالبيه الاحيان يعني حتى التغطيه يعني تاع الهاتف تاع شبكه الهاتف تكون ناقصه تما، ولا ربما تكون ما كانش كامل. اذا الانسان لازم يوصل الاولاد تاعو انهم ما يتوجهوش الاماكن هذه، يعني كيتوجهوا الى المسابح ولا يروحوا الاماكن اللي تكون فيها حراسه حتى بعيد شر، لو كان ما يوقع مكروه يعني يكون في غالبيه الاحيان في الاماكن هذه اللي ذكرتهم لك يعني دائما يقعوا فيها يعني ما لا يحمد عقباه، والمصالح تاع الحمايه المدنيه طبعا ما راهيش متواجده في المكان، تكون بعيده يعني لازم عليها تتنقل حتى للمكان هذاك اللي في غالبيه الاحيان حتى الطرق تكون وعره، ويكون حتى يعني الوصول الى كما المكان هذاك يعني شيء صعيب بالنسبه للامكانيات تاعنا. لذلك ماذا بينا يعني خوتنا المواطنين يعني خاصه الاولياء يوصي ولادهم يعني الثقافه الوقائيه عدم التوجه الى الاماكن هذه، وحتى في الشواطئ يعني كاين بعض الشواطئ الغير مسموحه للسباحه والاماكن الصخريه الانسان لازم عليه يتفاداها. نعم سيد خالد بن خلف الله، ممكن تكلمنا عن الإجراءات الوقائية، لو نتكلم ممكن حول أول خطوة وجب القيام بها في حالة ما إذا شعر الشخص بنوع من الأعراض، في حالة ما ممكن شخص صادف طفل أو بالغ يسبح في هذه المناطق، مثل ما ذكرت لا وجود لمصالح الحماية المدنية بها، كيف وجب عليها التصرف؟ طبعا يعني شوفي في العديد من الحالات خاصة في السنوات الفائتة سجلنا يعني وين يغرق طفل يعني يكون يعوم ثم يدخل ثاني باش يروح يجيبه ثم يدخل ثالث، حتى نلقاو روحتنا في عدة ضحايا. صحيح. يعني في المكان هذا
إذا من المستحسن أنه الإنسان إذا شاف شخص راه يغرق ولا راه في حالة حرجة إذا قدر يوصل له يعني عن طريق حبل ولا عن طريق أي حاجة باش يخرجوا فيستعمل الطريقة هذه. وما ينساوش دائما يعني أول شيء هو الاتصال بمصالح النجدة، يعني الاتصال بالحماية المدنية، الدرك الوطني ولا الشرطة، الاتصال بمصالح الحماية المدنية طبعا على الرقم الأخضر، الأرقام الخضراء 14 ولا 10 21. نعم، الملازم أول خالد بن خلف الله مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لولاية الجزائر، شكرا على تدخلك معنا وعلى كل هذه النصائح.